السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان، أهلا بكم. I think we could have prevented a lot of people from dying if we had not ignored some rather uncomfortable facts. فيروس نيبا أخطر من فيروس كورونا 30 مرة. العدوى بفيروس نيبا من أنواع العدوى التي ظهرت حديثا، وهي تسبب حالات مرضية وخيمة لدى الحيوانات والبشر. وتم الكشف عن فيروس نيبا لأول مرة خلال أول فاشية تسبب فيها المرض في نيبا بماليزيا عام 1998. يمكن لفيروس نيبا أن ينتقل من خفافيش الفاكهة، وهي الحاضن الطبيعي للفيروس، إلى الخنازير، ومن ثم انتقل العدوى إلى البشر المخالطين لهم. طرق الانتقال للفيروس: عن طريق الملامسة المباشرة نتيجة الاستهلاك المنتجات الغذائية الملوثة بإفرازات الخفافيش والخنازير المصابة، ملامسة الخنازير المرضية، تناول الفاكهة وخاصة التمور الملوثة بإفرازات خفافيش الفاكهة. ثبت انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، وخاصة داخل منشآت الرعاية الصحية عند عدم التقيد بإجراءات مكافحة العدوى. وأما عن فترة الحضانة، الفترة ما بين اكتساب العدوى إلى توقيت ظهور الأعراض تتراوح ما بين 4 أيام و 14 يوم، وقد تطول عدة إلى 60 يوم. أما عن أعراض الفيروس، ربما تحدث العدوى بدون أعراض. في بعض الحالات يحدث التهاب حاد في الجهاز التنفسي. أعراض تنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس في نحو 70% من المرضى، والتهاب الدماغ الذي قد يؤدي إلى الوفاة، حيث يصاب الأشخاص في البداية بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. الحمى، علامات تشوش ذهني وفقدان للوعي في نسبة 90% من الحالات، ضعف شديد، دوخة، تقيؤ، نعاس مستمر، تشنجات في 23% من الحالات، إسهال في نحو 30% من الحالات، وصداع وألام في العضلات والقيء والتهاب الحلق، دوار ونعاس وتغير في الوعي. وأما عن مضاعفات الفيروس، يمكن أن يسبب نيبا مشاكل تنفسية حادة والتهاب وتورم في الدماغ والتشنجات في حالات الشديد، وقد تتطور إلى غيبوبة في غضون 24 إلى 48 ساعة، وتصل نسبة الوفيات من 40 إلى 75%. أما عن طرق العلاج، لا يوجد حاليا أي أدوية أو لقاحات خاصة بالعدوى بفيروس نيبا، وينصح بالرعاية المكثفة لعلاج مضاعفات الجهاز التنفسي والعصبي الشديد. الوقاية أسرع، منع وصول الخفافيش إلى المنتجات الغذائية الطازجة، غسل الثمار جيدا وتقشيرها قبل استهلاكها، عدم تناول الثمار عند ملاحظة علامة لدغ الخفافيش، غلي السوائل المستخرجة من النخيل قبل تناولها، ارتداء القفازات والملابس الوقائية أثناء التعامل مع الحيوانات المريضة أو أنسجتها، تجنب الاتصال مع الخنازير المصابة في المناطق الموبوءة، تجنب الاتصال الجسدي والتعامل مع المصابين بالفيروس بدون ملابس وقائية، غسل اليدين بانتظام بعد رعاية المرضى أو زيارتهم. يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ الاحتياطات لمكافحة العدوى. وشكرا لكم على المشاهدة.